ولمزيد من التحليل لهذه الجولة التفقدية بمحافظة مطروح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. يعني دكتور محمود، بتشهد المنطقة الغربية طفرة في العديد من القطاعات، أي طفرة منها توقفت يعني أمامها وتجدها بالفعل غيرت في المشهد في محافظة مطروح بأكملها؟ يعني يمكن هذه المنطقة بتعد واحدة من أهم أكبر ثلاث مشروعات قومية تم تنفيذها وفقا للمخطط الاستراتيجي للدولة المصرية في العام 2052. يعني تخيلي بما تمتلكه هذه المنطقة من موارد طبيعية بتعد بمثابة احتياطيا أو مخزونا استراتيجيا ضخما للدولة المصرية، سواء في استيعاب الزيادة السكانية المرتقبة خلال الفترة القادمة اللي قد تصل إلى 34 مليون نسمة، أو حتى في استيعاب كمية العمالة اللي بتقدر قيمة هذه أو وفقا للمشروعات المخطط لها حتى العام 2052 ب 11 مليون فرصة عمل. كل هذه الأمور بتعد واحد من أهم مدخلات الإنتاج التي يمكن أن تخلق مناخا جاذبا للعملية الاستثمارية. يعني إذا كنت بتحدث عن المناطق السكنية أو المناطق اللوجستية، صحيح هي مشروعات تدر دخلا، لكن وجود هذه المشروعات بتعد مدخلات انتاج ومحفزا لاستثمارات كثيره قادمه، سواء استثمارات محليه او حتى استثمارات قادمه من الخارج. نعم، يعني بالمؤكد تابعت معنا لقاء السيد الرئيس بأهالي وعواقل مطروح. يعني العديد من المشكلات كانت محل نقاش، مشكلة المياه وتوفيرها، مشكلة الكهرباء وتوفيرها، النقل والمواصلات، أيضا ملوحة التربة التي حدثت في سيوة، تمليك الأراضي. كيف ارتأيت هذا اللقاء ومدى شفافيته؟ يعني المتتبع حقيقة الأمر لسلسلة المشروعات القومية التي تم تنفيذها منذ العام 2016 يدرك أمرين، سواء على المستوى الاقتصادي أو حتى على المستوى السياسي. أولا، اعتماد فكرة التنمية المتوازنة، وهذا منظور جديد لفكرة التنمية يختلف عما كانت عليه الدولة المصرية في السابق التي كانت تكرس وتكدس مشروعاتها القومية في العاصمة، وبالتالي كان هذا الأمر له اعتبارات ليست اقتصادية فقط وإنما اعتبارات سياسية واعتبارات اجتماعية. تقصد عفوا على المقاطعة، تقصد بالمتوازنة أنها لا تقتصر فقط على العاصمة أو محيطها بل تمتد؟ نعم أنها وزعت بشكل على المحافظات والأقاليم يتناسب مع اعتبارات الجدوى الاقتصادية، اللي كل إقليم مميز فيه نوعية معينة معامل صناعات بما يمتلك من ميزة مطلقة أو نسبية، وبما يتناسب مع اعتبارات الجدوى الاجتماعية، وهذا الذي ينطبق على المنظور السياسي، وهو فكرة تعظيم عملية الولاء والانتماء، وهذا يصب بشكل مباشر في ترسيخ معنى المواطنة، انه المواطن يشعر ان الخدمات التي يحصل عليها في المناطق البعيدة عن العاصمة هي ذات الخدمات التي يحصل عليها المواطن في اي منطقة. هذا معنى يعني يرسخ لمفهوم المواطنة، ويمكن واحد من أهم الأهداف الرئيسية لفكرة التنمية المتوازنة على الصعيد السياسي قبل الصعيد الاقتصادي. طيب، يعني أيضا المشروعات التي تمت على أرض المحافظة وبامتداد الساحل الشمالي، يعني المستهدف منها تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 12% وتوطين 5 مليون نسمة، إلى أي مدى بترى أن ما تحقق في قطاعات مختلفة يؤدي إلى تحقيق ذلك، والفترة الزمنية التي ممكن أن يتحقق فيها بنظرك؟ زي ما ذكرت لحضرتك، هذه المنطقة تحديدا تعد ملاذا آمنا للدولة المصرية، سواء في استيعاب الزيادة السكانية، ويمكن شفنا مشروعات كثيرة لها علاقة بإنشاء مناطق سكنية ومناطق عمرانية، وطبعا بيستتبع ده مناطق صناعية، أو حتى ملاذ آمن لاستيعاب كمية العمالة. يعني إذا كنا نتحدث عن القطاعات التي يمكن أن يتم التعويل عليها في هذه المنطقة، طالما أن هناك حالة كبيرة من الاستقرار الأمني داخل هذه المنطقة، هناك حالة من مناخ الجاذب للاستثمار، يمكن الحديث عن كافة القطاعات. ولكن طبعا الدولة المصرية لديها أولويات هذه الفترة فرضتها الأحداث على المستوى العالمي، يمكن يأتي على رأس
هذه الاولويات قطاع الزراعه، لانه العالم الان بيستخدم سلاح الغذاء طبعا تحديدا السلع الغذائيه في قطاع الزراعه، لانه العالم الان يعاني من ازمه غذاء نظرا لاستخدام هذا المورد في العقوبات الاقتصاديه المتبادله ما بين الدول. والامر الثاني المشروعات التي يمكن ان تكون مصدرا للطاقه سواء كانت الطاقه التقليديه او الطاقه النظيفه، وطبعا ما يستدع هذا الامر من المشروعات. ويمكن لو نظرنا حتى الى هذين الامرين هما عبرهما يمكن التعويل على اي صناعه، يعني الزراعه هي المدخل الرئيسي للحديث عن كثير من الصناعات، وايضا الطاقه لا يمكن ابدا الحديث عن اي تنميه دون ان يكون هناك مصدر للطاقه. نعم، يعني في لقاء السيد الرئيس بأهالي مطروح كما ذكرت هناك العديد من المشكلات التي تم طرحها، وأيضا من المشروعات التي نفذت وتناولها السيد الرئيس والتي أيضا في إطار التنفيذ، ولكن كيف استشعرت ما تم على أرض الواقع أنه عاد بالنفع على أهالي المنطقة، وكيف هم أنفسهم استشعروا ذلك؟ يعني العائد من هذه المشروعات حقيقة الأمر لم ينعكس فقط على أهالي المنطقة، طبعا اللي أثر على مستوى رفاهية الأفراد هناك سواء من وضع الخدمات الأساسية اللي متعلقة بجودة الحياة زي التعليم والصحة وتوصيل المياه، ولكن انعكس هذا الأمر بشكل أكبر من حيزه المحلي إلى وضع داخل الدولة المصرية كلها. يمكن لو حضرتك نظرنا إلى مؤشر واحد فقط وهو مؤشر تدفق الاستثمار وفقا لتقرير الأونكتاد الذي ظهر هذا العام، هنجد انه على الرغم من ان التقرير يقول ان هناك خفض في معدل تدفق الاستثمار العالمي نظرا لحاله اللايقين اللي بتفرضها الازمه الماليه، الا انه معدل تدفق الاستثمار داخل الدوله المصريه تضاعف فيما يعادل 12 مليار دولار. هذا الامر لم ياتي من قبيل الصدفه، هذا الامر معناه ان هناك بنيه تحتيه منضبطة، معناه أن هناك فرص استثمارية في هذه المناطق. يعني لو تكلمنا عن هذه المنطقة بداية من العلمين وحتى السلوم، احنا بنتكلم عن 560 كيلو متر، بنتكلم عن مسطحات كثيرة. يعني رغم وجود هذه المشروعات إلا أنها إن هناك فرص استثمارية كثيرة جدا يمكن أن يتم التعويل عليها لمزيد من التقدم الاقتصادي في هذه المنطقة. نعم دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.